السلام عليكم متابعي مكتب ديكورات ديقار. اليوم بكربلة عندنا هذا بيت حج ابو نور ابو انور بكربلة. هذا البيت جاي نشتغل بيه اليوم. طبعا وصلنا احنا متاخرين فصبغناه، فقط ضربنا اساس ابيض وصلحنا. يعني عنده تصليحات نقاط، نغير مكانات، صلحنا عن بالبورق. هسه هاي تحتاج بورق. هذا هسه موقع البيت، تعطينا بالفرايد ينقود. هاي عندنا، هذه أجهزة، هاي عندنا غرفة كان هنا تصليح، هم صلحنا بورق. الإزارة هاي كلها تصلح بورق. طبعا البيت ما شاء الله عملاق وراح نسحبه كله معجون إن شاء الله. باكر نبلش بالمعجون، هاي الفترة راح نفتحها. عندنا بعد غرفة هناك همه بس بيها عائلة ما نقدر نصور، على ما ننقلهم من غير مكان نشتغل بيها. تحياتي اخوكم أسر المهندس صاحب مكتب ديكورات ديقار الأسباب والديكورات البلدية. هذا عندنا موقع، والموقع الثاني حي الحوراء، بيت هم كامل كله ديكورات. كادر هسه راح يبلش بيه، يصبر إن شاء الله.